في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الغش التجاري وضبط المخالفين للقانون، قامت أجهزة الوزارة بعدد من الحملات الأمنية الخاصة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي. أسفرت جهودها خلال شهر عن عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 31,271 قضية تموينية متنوعة، من بينها 363 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 7507 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب1,013,445 جنيها، وضبط 76 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 638,043 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 515 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، وضبط 79 قضية استيلاء على أموال الدعم. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 320,545 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 233,728,203 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال شهر 7,783 قضية بقيمة مالية بلغت 9,409,834,689 جنيها مصريا و1,710,427 عملات أجنبية مختلفة. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.